صباح الخير على كل مشاهدينا، ده موعد لقائنا مع القراءة الصحفية لأهم ما نشرته الصحف صباح اليوم الأحد الموافق، هقول لكم حالا، 22 من أغسطس لعام 2021. بداية أخبارنا من جريدة الجمهورية في صدارة الصفحة الأولى. السيسي يتابع التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، القرية البحثية في توشكا مركزا للأبحاث والتدريب، توفير الكوادر للتعامل مع الميكنة الزراعية المتطورة وأساليب الري الحديث، ومشروعات للتنمية المستدامة حول جنوب الوادي وشرق العوينات، استغلال أمثل لمنظومة المحاجر، وتعظيم القيمة الاقتصادية للمواد المستخرجة. ها هي الحكومة بتمضي قدما في خطتها لاستغلال كل شبر في مصر ومحاولة تقديم مشروعات عملاقة على أرض مصر بكل الإمكانيات المتاحة. هنروح للخبر الثاني اللي معنا النهارده ومن جريدة المصري اليوم. الحكومة تتابع تنفيذ محاور التنمية، رئيس الوزراء من الإسكندرية تنعش الاقتصاد وتوفر فرص العمل. خلونا نتكلم أكتر عن موضوع محاور التنمية والإضافة اللي بتقدمها للاقتصاد والبنية التحتية المصرية من خلال حديثنا مع دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. صباح الخير يا دكتور عمرو. صباح النور عليك واهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ايه هي طبيعه الاضافه اللي بتقدمها محاور التنميه في عمليه انعاش الاقتصاد المصري واتمام بناء البنيه التحتيه؟ اولا خلينا نتفق على شيء، ان البنيه التحتيه والانفاق على البنيه التحتيه اللي بنسميها public expense، ان الحكومه بتطلع من الموازنه العامه اموال، ودي عمليه مش سهله وعمليه دقيقه جدا وعمليه صعبه ان الحكومه تصرف، لان اول انفاق مسؤوليه واول انفاق متعدده. حضرتك بتتكلمي على بنيه تحتيه، انا هكلمك على بنيه اجتماعيه، هكلمك على بنيه ثقافيه، هكلمك على المساعدات اللي بنحاول نحطها للمصدرين، للمراه المعيله، للنظام المصرفي. اذا احنا عندنا زي الاسره بالظبط، زي ميزانيه الاسره بالظبط، عندنا او كثيره من الانفاق محتاجين ان احنا نحط كل قرش في مكانه. فالنهارده لما نيجي نحط كم من المليارات، يعني موافق في سيناء وموافق على الكباري وموافق على التطوير النقل والمشروعات القوميه الكبرى والاسكان والمدن الجديده، لما نحط هذه المليارات لازم نبقى فاهمين ان ريتيرن او العائد، كحاجه اسمها كوست بنفيت اناليسيس او كتحليل تكلفه والعائد، ان انا بحط كل قرش انا عارف ومتاكد والحكومه متاكده والقياده السياسيه بتعتبر دي امانه، ان كل قرش بيتحط لازم هيكون جايب عائد للمصريين. فالنهارده البنيه التحتيه، عشان ارجع لموضوع البنيه التحتيه، لازم نفهم ان الانفاق على البنيه التحتيه انفاق ضروري جدا، ومفيش دوله بتتقدم ولا في استثمار ولا حد هيجي يشتغل عندك، ولا احنا هنعرف نشتغل ولا هنعرف حتى نتحرك في حياتنا، وحياتنا تبقى سهله وفي جوده حياه وفي هدوء في الحياه وفي رضا. يعني هي ركيزه اساسيه علشان عمليه التحرك الاقتصادي لاي تنميه حقيقيه. نعم، عمليه التنميه الاقتصاديه. فاي مستثمر او اي استثمار لازم يكون في بنيه تحتيه متطوره عشان يقدر يجي يشتغل. وتعالوا نشوف الدول اللي حوالينا، سواء في دبي، سواء في ماليزيا، سواء في جنوب افريقيا، الدول في امريكا اللاتينيه، الدول كلها اللي حققت قفزات خلال السنوات الماضيه هي الدول اللي حطت مليارات وانفقت على البنيه التحتيه. نعم دكتور عمرو، يعني ايه محاور التنميه؟ بتتضمن ايه في عمليه تقديم البنيه التحتيه في مصر؟ احنا عندنا المدن الجديده، طبعا عندنا قناه السويس والمنطقه الاقتصاديه، قناه السويس واللي اقيمت على مساحه حوالي 72 كيلومتر، طبعا منطقه كبيره جدا وفيها 6 مواني، 4 مناطق صناعيه، مناطق صناعيه ومناطق تجاريه، ودي هتبقى محور احد المحاور التجاريه والصناعيه. ده العاصمه الاداريه الجديده، وشايفين قد ايه مش بس العاصمه الاداريه الجديده، المدن الجديده. خلينا نتكلم على المدن الجديده اللي بتقام علشان تقدر انها تشفط البطاله اللي موجوده. انا عندي مليون، اتكلمت يمكن على فرص العمل، انا عندي مليون شخص داخل الى سوق العمل سنويا، تاني مليون شخص داخل الى سوق العمل سنويا. اذا انا محتاج ان انا اخلق مليون فرصة عمل. لو انا بقول مش محتاج اخلق مليون فرصة عمل، لا، محتاج اخلق من فوق المليون فرصة عمل عشان اشفط حتى البطالة اللي موجودة. فأي دولة في الدنيا، قولي لي أي دولة في الدنيا تقدر في سنة
تخلق كل سنه مليون فرصه عمل. احنا خلقنا 5 مليون فرصه عمل خلال الخمس سنوات الماضيه او الاربع سنوات الماضيه، وده كان رقم كبير جدا. وانا تاني بقول لك قولي لي اي دوله تقدر تخلق كم فرص العمل اللي احنا خلقناها في مصر خلال الاربع او خمس سنوات الماضيه. فعشان كده النهارده المدن الجديده او منطقه قناه السويس او الانفاق ومساعده الصناعات الصغيره والمتوسطه، يمكن فكرتيني مجمع الصناعات الصغيره والمتوسطه اللي اتعمل فيه 380 او 390 ورشه صناعيه في العاشر من رمضان، وكان تكلفته حوالي 300 او 400 مليون جنيه مصري على مساحه 400 او 500 الف متر مربع. ده كل ده عشان يوفر فرص عمل. عندنا في مدينه السادات اللي لسه السيد الرئيس لسه مفتتحها من كام يوم، اللي هي المنطقه الصناعيه الغذائيه الاجرو بيزنس، وطبعا دي هتوفر فرص عمل كتير للمصريين وهتساعد على عمليه التصدير. مدينه دمياط الاساس المشروع المليون ونص فدان عشان اقدر ان انا اوفر غذاء للمصريين. وبعدين عندك المشروعات السياحيه، طبعا المتحف المصري الكبير اللي كان مفخره لمصر واحد منظومات جذب السياحه، ومحطه الطاقه الشمسيه. انا عندي مثلا محطه الطاقه الشمسيه بتاعت اسوان، دي تعتبر اكبر محطه على مستوى العالم في الطاقه الشمسيه. فاحنا بنتكلم في مشروعات، مش بس مشروعات بنيه تحتيه ومش بس مشروعات قوميه، لا بنتكلم على مشروعات عملاقه على مستوى العالم. فلازم نفهم ان هذه المشروعات، وحضرتك طلبت المحاور، انا قلت لك مشروعات الاسكان، مشروعات النقل، مشروعات الطاقه الحيه، كل المجالات بلا استثناء، حتى السياحه، حتى الثقافه، وانا يمكن قلت اهو كل المجالات بيتم فيها مشروعات قوميه عملاقه. وتاني هدف هذه المشروعات ان انا اخلق فرص عمل، يبقى بضرب عصفورين بحجر، بخلق فرص عمل على المستوى الداخلي لشبابنا، وفي نفس الوقت بجذب استثمار اجنبي اللي هو فورين دايركت انفستمنت من الخارج، لان في سباق النهارده ما بين دول العالم، سباق كبير جدا ما بين دول العالم على جذب الاستثمارات الخارجيه. نعم. فلو ما كناش قادرين ان احنا نشترك في هذا السباق بقدراتنا، مش هنقدر. وده محسوس للجميع في متابعه النمو الاقتصادي العالمي. فانا بشكر حضرتك دكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، على المداخله وابداء الراي. هنروح لجريده الاهرام في الصفحه الاولى. خفض البطالة ل 7.3% والتضخم إلى 6%. وإذا كنا بدأنا حديثنا عن توسعات مستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية وقرى بحثية وتوفير كوادر، وانطلقنا منها لمتابعة محاور التنمية، فطبيعي جدا أن يكون واحد من أخبارنا النهاردة هو عن فكرة انخفاض معدل البطالة ل 7.3% والتضخم ل 6% في الوقت اللي بيعاني من في العالم أجمع من توابع كورونا على الاقتصاد العالمي. هنروح لجريدة الأخبار في الصفحة الأولى. أناصر للسيارات تبدأ تجربة السيارة الكهربائية، تسليم 9 سيارات لسائقين تدربوا على الاستخدام والشحن. والحقيقة أن الحديث عن إنتاج السيارة الكهربائية في مصر هو حديث عن أفق جديد في الفترة المقبلة في عملية صناعة السيارات خاصة، وأن من المتوقع أن خلال 10 أعوام أو بعد مضي 10 أعوام تكون السيارة الكهربائية هي السيارة الموجودة فعلا في العالم على الأرض. وبالتالي وجود ناصر للسيارات بتجربتها في السيارة الكهربائية هي تجربة رائدة، بينقصنا في الفترة القادمة أن احنا نهتم بمكونات السيارة الكهربائية، أو تحديدا بطارية السيارة الكهربائية وعملية إضافتها بشكل داخلي وتصنيعها بشكل داخلي داخل مصر، وبنتمنى أن تجربة ناصر للسيارات تكتمل بخير. هنروح للمصري اليوم في الصفحة الأولى. شدد على الانتهاء من باقي أعمال وفقا لجداول والجودة العالية وزير النقل في جرار اختبار طريق القطار الكهربائي. والقطار الكهربائي واللي بنقول عليه المونوريل اللي هيربط ما بين اجزاء كبيره جدا من داخل القاهره وحتى العاصمه الاداريه مرورا بالتجمع الخامس، هو مشروع عملاق الحقيقه، وبيغير من وجه مصر الى وجه حضاري مختلف في عمليه النقل، ويعتبر اضافه الى شبكه الطرق العملاقه اللي عملت عليها مصر في السنوات القليله الماضيه في وسائل النقل وايضا في طرق النقل. هننتقل لجريدة الأخبار في الصفحة الثالثة. شعراوي خلال لقاء مدير برنامج الأغذية العالمي، منصة أيادي مصر لدعم المنتجات التراثية. والحقيقة أن الاهتمام بفكرة
العمل على مشروعات صغيرة والمتوسطة ومنها أو بتدخل فيها بشكل واضح جدا فكرة المنتجات التراثية، واحد من الاهتمامات اللي بتوليها الدولة بشكل كبير جدا من الدعم والدفع في الفترة الأخيرة، لأنها بتعلم جيدا أنها طريق لزيادة حجم الصناعات الصغيرة وتحولها إلى صناعات كبيرة في يوم ما، ومعرفتها أيضا أن طرق عرضها وتنويعها وأيضا إتاحة سبل العرض الجديدة والحديثة واحدة من طرق إظهارها للعالم، وبالتالي الحديث عن أنها جزء مهم ووجود منصة خاصة بعملية العرض ده شيء شديد الأهمية في ظل تطور طرق العرض بشكل عام. جريدة الأخبار في الصفحة السادسة. 22% زيادة في الصادرات غير البترولية حتى يوليو الماضي، جامع 17 مليار و7 من 10 مليار دولار، حصيلة التصدير بزيادة 3.1 من 10 مليار، وده كله داخل في الناتج القومي أو في الدخل القومي للدولة، وبيدخل في حصيلة الأخبار الجيدة يمكن اللي النهاردة بتطلعنا بها الصحف عن وضعية الاقتصاد المصري بشكل مختلف ومتنوع ويمكن غير مقصود تم ظهوره في عناويننا وأخبارنا النهاردة. هنروح لخبرنا الأخير وهو من جريدة الجمهورية في الصفحة الأولى. التعليم تنشر رابط التظلم الإلكتروني لطلاب الثانوية. دكتور شوقي الراس في 3 مواد باق للإعادة ودرجة كاملة للمؤجلين بأعذار. طيب عن نتيجة الثانوية العامة خلونا نتحدث قليلا مع الأستاذ محمود حسين الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بك فندم بارم مشاهدي الكرام. أستاذ محمود حسين، نتيجة الثانوية العامة جاءت هذا العام صعبة كدأب العام كله على الطلاب وأولياء الأمور، جاءت مخيبة الأمل للبعض مرضية للبعض لكنها مختلفة كل الاختلاف عن الأعوام السابقة، وشهدنا أيضا يعني في حالة من بعض عدم الرضا لدى أولياء الأمور، كيف ترى الأمر؟ دعنا نقول لك في البداية أن ما قام به وزارة التعليم المصرية من حملات تطويرية داخل الوزارة وتحسين المجال التعليمي في مصر بشكل عام هو يدل ان التعليم الان اصبح في تطور كبير بعد مراحل اجتياز العديد من طلاب الثانويه العامه، امتحانات الثانويه العامه استطاعت الوزاره ان تحدد من هو الذي قادر على ان يكون من المتفوقين ويقدر ان يدخل الكليات العظمى، في حين ترتيب عمليه اجتياز بشكل منظم في ظل الظروف التي تمر بها الدول بشكل عام العربية وبالتحديد الدولة المصرية بسبب كورونا. التنظيم الذي قامت به وزارة التربية والتعليم جعل كل الطلاب داخل محافظة القاهرة وخارج الجمهورية في محافظات الصعيد ومحافظات الأرياف أن يكونوا تحت إدارة تعليمية منظمة في اجتياز تلك الامتحانات، ولكن إذا جاءت النتيجة مخيبة للأمال فلظل الظروف أو لظل الأسئلة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم حتى أن يتم يعني تحديد أماكن رئيسية للطلاب المتفوقين عن غير المتفوقين في تلك المنظومة التعليمية الجديدة. ما قام به وزير التعليم المصري حينما وضع التطوير الجديد عبر إطلاق لينك لإعادة الامتحانات أو إعادة النتائج أو النظر في النتائج مرة أخرى حتى أن يتم رفع الدرجات التي يعني فشل العديد أو معظم من الطلاب في اجتياز بعض المواد التي اعتبرها الطلاب أنها صعبة، ولكن في الحقيقة هذه المواد التي تم وضعها أو هذه الامتحانات التي تم وضعها هي بنسبة تفوق الطالب المتوسط، لكي تقوم الوزارة بتحديد الأماكن المتفوقين في كليات القمة وفي ترتيبات جديدة تقوم بها وزارة التربية والتعليم حتى أن يكون هناك مرحلة جديدة في التعليم المصري بشكل كبير. عظيم. دكتور شوقي قال في جريدة الجمهورية أو في حديثه بشكل عام أن الراسب في 3 مواد باقي للإعادة والدرجة كاملة للمؤجلين بأعذار وأن التظلمات أصبحت مفتوحة، لكن البعض بيرى أن نظام التظلم فيه مشكلة وهو أني ما أقدرش أطلع على الورقة وضهيها بنموذج الإجابة اللي من المفترض أن هو أقدر أعرف منه هي درجاتي دي سليمة ولا لا. حضرتك شايف الموضوع إزاي فيما أعلنته وزارة التربية والتعليم على لسان سيادة الوزير مؤخرا؟
دعنا نقول لك أن السيد الوزير مؤخرا وضع شروط كثيرة لتطوير التعليم المصري. هناك أزمة كانت في التعليم المصري منذ سنوات سابقة، ولكن الآن ما قامت به الحكومة المصرية الوزير التربية والتعليم الحالي الدكتور طارق شوقي في ترتيب بعض الأمور داخل وزارة التربية والتعليم وتطوير الوزارة ووضع شروط في فكرة التظلم. ليس من حق الطالب أن ينظر إلى إجاباته ولكن من حق الطالب أن يقوم بالتظلم ثم متابعة التظلم عبر المواقع الإلكترونية. طب أستاذ محمود، كان حق طبيعي للطالب أنه يشوف ورقته ويعرف أخطاؤه فين بالنسبة لنموذج الإجابة، وده كان شيء متبع دائما ولا غبار عليه؟ إيه اللي حصل يعني السنة دي؟ دعنا نقول لك أن وزارة التربية والتعليم وضعت هذا الشرط لكي تقوم يعني اختبار الوزارة التي تعلن الآن أنها قادرة على ترتيب الإجابات، لأن هناك نظام مراقبة من الوزارة على الأوراق التي تمت طرحها إلى التظلم مرة أخرى، وهذا النظام سوف يكون نظام أعدل بكثير من رؤية الطالب للإجابات، بل بالعكس أن هناك العديد من الخبراء العلماء أو من وزارة التربية والتعليم هم الذين يقوموا بمتابعة تلك التظلم بشكل دقيق وفقا للإجابة النموذجية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، ثم تعطي وزارة التربية والتعليم النتيجة المباشرة للطالب الخاصة بالنجاح أو الوصول في تلك المادة. هنا هذا الترتيب إذا صعبت وزارة التربية والتعليم فكرة النزوء إلى التظلمات من الطلاب أو فكرة الامتحانات التي كانت فوق الطالب المتوسط لكي تصطفي ولكي تضع خطة جديدة تريح وزارة التربية والتعليم العالية في انتقاء الطلاب الأذكياء. ودعنا نقول لك أنه سوف يكون الطلاب المتفوقين أيضا اختبارات داخل الكليات قبل قبول. نعم ده معروف يا أستاذ محمود. سؤالي هذه المرة، هل يحول ما تم تقديمه من تطوير في العملية التعليمية أزمة الثانوية العامة أم أنه يزيدها تعقيد في ظل شكوى من أولياء الأمور والطلاب والقائمين قطاع كبير من المدرسين يرى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام جاءت صعبة ومبهمة نوعا ما حتى بالنسبة لقطاع كبير من القائمين بعملية التدريس نفسه؟ دعنا نقول لك لا يعلم العديد من أولياء الأمور أو الطلاب أن الذين يقومون بوضع الامتحانات للثانوية العامة ليسوا من هيئة التدريس لوزارة التربية والتعليم، بل هم دكاترة كبار في الجامعات المصرية يقومون بوضع تلك الامتحانات لكي تكون هي خطوة نهائية لكل الطلاب بشكل كبير جدا داخل وزارة التربية والتعليم في متابعة أو تطوير المرحلة التعليمية. نعم. فلذلك سوف يكون الترتيبات التي تتم في الامتحانات هي بعيدة تماما عن الترتيبات التي يضعها المدرس داخل الفصل أو إدارة التربية والتعليم، بل إنها ترتيبات متفوقة من خلال دكاترة الجامعات المصرية في وضع خطة أساسية في توصيل الطالب المصري إلى مرحلة الجامعة، وهي المرحلة التي تعتبر المرحلة النهائية لأي طالب علم. هنا النقطة الأساسية في فكرة التطوير التي قام بها وزارة التربية والتعليم لكي تنقل. نعم، وصلت وجهة نظرك يا أستاذ محمود واتضحت. شكرا أستاذ محمود حسين، كاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم. كلمة أخيرة في موضوع الثانوية العامة هذا العام، وهو أيضا كلمة للقائمين على وزارة التربية والتعليم وسيد وزير التعليم دكتور طارق شوقي، وهي بضرورة مراعاة عملية التطبيق. يعني النظرية جميلة جدا في فكرة تطوير طريقة العمل على الثانوية العامة اللي طالما اشتكينا منها يمكن من أيام ما احنا كنا بندرس ثانوية عامة، لكن في الحقيقة أن التطبيق كان بيشوبه الكثير من المشكلات في عملية تدريب الطلاب ومن قبلهم المدرسين على هذا النمط الجديد اللي يمكن شابوا بعض الغموض من وجهة نظر بعض. مشاهدينا بكده بنكون وصلنا لنهاية قراءتنا الصحفية اليوم في أهم العناوين الصادرة في صباح الأحد. فاصل قصير وبننتقل لموجز لأهم الأنباء على رأس الساعة، بعده وتلتقون بأولى لقاءاتنا الحوارية والزميل عمرو عبد المجيد، انتظروه.